بسم الله بديت وعلى النبي صليت، يا رب اعطينا الفعل ولاقينا بولاد الحلال. هذه الجملة هي إعلان عن بداية أشهر لعبة تسلية نسوية في الجزائر التي تزداد شعبيتها كلما حل شهر رمضان المبارك. تعرف معنا على البقالة وقصة ارتباطها بالتاريخ الجزائري. هذا التراث اللامادي يمتد لمئات السنين وتختلف الرواية عن فكرته، لكن بعض المؤرخين يرجعونه إلى العهد الفينيقي في الجزائر. تجتمع العازبات خصوصاً والمتزوجات كذلك حول طاولة مستديرة فوق سطح البيت أو في فنائه، ويوضع فوق الطاولة إناء من الفخار يعرف بالبقال، ويقول مؤرخون إنه أصل تسمية البقالة. ويرفق البقال عادة بشموع لأن توقيت البقالة عادة ما يكون عندما يخيم الظلام، إضافة إلى مرش من النحاس يحتوي على ماء الزهر. ويستعمل كذلك كانون أو نافخ للتبخير بكل أنواع البخور ولتطييب الأجواء. يقوم مبدأ البقالة على إلقاء كبار السن من النساء المجتمعات لأحكام وأمثال وأبيات شعرية باللهجة المحلية حول مواضيع مختلفة كالحب والحزن والفراق، وتعرف أيضا بالموشحات الأندلسية. ويشترط في اللعبة وضع خواتم المشاركة في إناء فخار يحتوي على الماء وعقد النية، بمعنى أن تعقد النساء عقدة بلباسهن أو بشيء آخر، وتنوي المرأة التي تخصها البقالة نية خالصة لحدوث ما تتضمنه البقالة لشخص معين أو لحدوث أمر تتمناه. يعتقد البعض أن للبقالة علاقة بالسحر والشعوذة وعلم الغيب، إلا أن هذا المفهوم خاطئ، إذ أنها لا تتجاوز كونها مجرد لعبة تتسلى بها النسوة، وهي بعيدة عن التكهن بالمستقبل، حتى أنها ألغيت من قاموس البقالات الجزائرية تلك الموجهة للدعاء للأولياء الصالحين الناجم عن جهل العوام. ويتم الحرص في البقالة على أن يكون لها معنى لا يخدش بالشعور التوحيدي القاطع الذي يقوم عليه الإسلام.